شهور حبسا نافدا هي المدة التي أدانت بها المحكمة الابتدائية بتطوان قاتل قطة بطريقة بشعة وقضت كذلك في حقوب غرامة مالية نافذة القدر ديالها 300 درهم وحسب جردة الصباح صدر اليوم فقط فاعتبرات هيئة المحكمة لصدرات الحكم اللي كنت سابقة في بحال هاد النوع من الجرائم أن ما نسب للمتهم من قتل حيوانات مملوكة للغير تابت في حقه وهذا الأمر تم توثيقه من خلال شريط فيديو هذا الفيديو كيبين على ان المتهم قام بتعذيب القطه بطريقه بشعه ومن بعد ما انتشر هذا الفيديو على كل مواقع التواصل الاجتماعي دخلت جمعيه ادان على الخط وقدمت شكايه للنيابه العامه وطالبت بفتح تحقيق حول هذه الواقعه